أنا كنت عايز أسأل حضرتك، بس أنا دلوقتي عليا زكاة مال، ممكن أطلعها كشهري ولا لازم أنا أطلعها كلها دفعة واحدة؟ مقدما او مؤخرا؟ مؤخرا. لو كانت معك لزمك اخراجها في الحال ما دام المصرف موجود، لكن لو لم تكن معك وما عندك سيولة فتكون عذر لك امام الله. دي تكون حتى لو انا مثلا يعني عرفت اللي عليا كذا دين، ده زكاة هطلعها شهري مثلا لصلة رحم، يعني اخويا محتاج او حد محتاج يعني، بس هطلعها له كشهري الآن يعني جنبها عن سير أموالك و وخليها شهري عادي. جنبها عن سير أموالك تمام. واعمل فعل صالح الفقير، لكن الأولى لو فقراء موجودون يعني لا تخص أخاك بها، يعني أنت هتبقيها معك سنة من أجل أخيك، وزعها على مستحقيها. جزاك الله خير. وياكم.